عادية. الحقيقة حرصاً على ألا نترك المكان أثناء صلاة الجمعة، فقررنا أن نقيم صلاة الجمعة في نفس مكان الاعتصام والمنطقة المحيطة بها، وبالتالي تم الاتصال بالأزهر علشان يرسل إلينا خطيباً يقيم بنا الصلاة، وأيدنا الأزهر واستجاب فوراً جامع الأزهر بعد أحد يعني شيخين من شيوخ الأزهر، الشيخ سيد الغزالي والشيخ مصطفى أحمد. الشيخ سيد الغزالي عامل خطبة وعامل المصلين، كانت فحوى الخطبة يعني ضد من يتحدث ويستأثر الحديث باسم دين أي فصيل ملوش حق أنه يتكلم منفردا باسم الدين، أو ويكفر كل من يعارضه ويكفر كل من يختلف معه في وجهة النظر. أنا أعرف الذي يدور في الداخل، أعرف الذي يدور في الأحشاء. الجماعة في منتهى الخوف، في حالة اضطراب وارتباك. كثير من الشباب بدأوا يتمردوا داخل الجماعة على القرارات، شعروا بأن القيادات الكبرى تلقي بهم في الشوارع وفي الميادين وتجلس هي في الغرف المكيفة أو تهرب خارج مصر. الجماعة في حالة تفسق داخلي. أنا بقول إن يوم 30/6 ليس يوم بداية ثورة ضد الإخوان، ولكنه يوم إعلان انتهاء حكم الإخوان الاحتلالي المصري، إعلان الانتهاء فقط، هو أمر كاشف. الأفراد كلهم دلوقتي والقيادات على الفور، راقب اللغة بتاعتهم، راقب اللغة بتاعت البنتاجي وهو بيتكلم امبارح وبيقول إنه إذا كان التظاهرات والله علشان إنكم معترضين على شيء، إحنا على رأسنا من فوق والرئيس الجمهورية ملزم بإن هو يسمع. راقب لغة محمد مرسي لما قال أنا مستعد أروح للمعارضة، راقب الكلام ده. لم يكن هذا التواضع موجود، كان الصلف والغرور والتجبر والجبروت هو اللي موجود عندهم. الآن جباه الإخوان في الأرض خوفا من الشعب المصري. سمعت التخوفات الكثيرة عن المشرفين مما يحدث في إدارة الكتب والوثائق، يعني إنه نخشى على وثائق مصر القومية من الأخوانة ومن ما يمكن أن يصيبها من تلاعب أو من إخفاء أو من هذا. يعني تخوفات مشروعة، ولكن بنسعى من خلال الإجراءات القانونية أننا نزيل مثل هذه المخاوف. لأنه إذا لم تكن هذه الجماعة قد وصلت إلى الحكم ما كان الناس ليكتشفوا أبداً هذه الحقيقة.